سلام الخوت خواتات المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ما نساوش خوتنا الجزائر خاوه خاوه، ما كاين عداوه. جيتكم اليوم واحد البلوك جديد، نحكي لكم اليوم القصه ديالي مع الزوجه ديال الاسبانيه، كيفاش تلاقيت معها وكيفاش القصه ديالي معها وكيفاش انا كندوز معها نهار نهار. قول لي شي حاجه. سلام سيدي. هي زيد لاباس. السلام الخوت، انا نقدم لكم دابا نوريكم الدار وبنادم اللي صحاب هادشي غير زفوط ولا غير تمثيل ولا غير كنمثل بيها ولا ثم سنين وحنا بعضياتنا. نوريكم دابا الدار فهمتي، نوريكم واحد الحاجه زوينه وانا ما زويناش بزاف ولكن ها جاوا. واش غدير شي تطواخي عطاوي شي تطواخي سميه شي مغربي باش تمثل معاه؟ ما يمكنش. دابا نوريكم الدار. ها انتوما الخوذ كوزينة. هذا الباب اللي دخلنا منه. بيت ما حشاكم. هذا الصالون. هذا الخوت هادشي باش تشوفو، ماشي تقول باغي يبان عليكم حاشا. هذا البيت ديالنا. ايوا الخوت، واش بغيت نعاود لكم، واش بغيت نقول لكم، الحياه مع اسبانيا زوينه وسهله. كاع اللي باغي يتزوج بلاوريه ولا اسبانيا ساهل ما الواحد يكون نقي يكون مؤدب فهمتي، وما يكونش كما كاع بنادم داير فراسو غادي على حاجته فهمتي. واحد يكون مؤدب ويبقى محكم مع بنادم فلي تشوف مع بنادم دخل هاوي بحكا شي ديما محترم ديما السلام فهمتي، السلام الله يعاون فهمتي. ومن تما الواحد كيشوفو بحكا دري مغربي ولا هكا نقي ومحترم وداكشي، هما كيدخلو من قلبو فهمتي. هما شويه كيبداو يهضرو معاك فهمتي، كيبداو يسولو فيك منين نتا شحال من عام نتا هنا فهمتي. هنا الحياة زوينة، هنا معيشة زوينة، خدامين الحمد لله. هاد اليوتيوب دايرينها باش نتلاهاو ونضحكو فهمتي. ودابا غنسولوها الخوت كي تشوف العرب، واش تشوفهم بحال السباليون عادي ولا ماشي عادي، واش زيزا الماكلة المغاربة، واش غنشوفو نسولو كون ولا خدتي عربي هنا. نورمال خنتي كما طول من بكم وياكم وكاي كاين باتك زعما بنادم عادي بحالي انا بحال بنادم فهمتي. يعني ولا ريفرنس يا برامي باتك ما كان يجمع ماشي هذا مغربي ولا هذا كحال ولا هذا زعما كلشي بحال تقول تراكم يا مغربي سي عزيزة على بالك اش عزيزة حريرة طاجين تري رفيسة موتا طوضو كلشي قالت كلشي ماذا ما قلت هذا يا نيت بصح الخوت كان شو عند الوالدة اللي دارتها لك تاكل اللي دارتها كتاكل مغرب المسمن كلشي ايوا الخوت قاعدو كيتأوانو معنا الله يرحم الوالدين راكم في القلب وبارطاجيو معنا الفيديوهات وغادي ندير لكم فيديوهات زوينين عندي لكم شويه ديال مره فلوقات مره مقاليد الواحد يضحك ويفوق شويه وراكم تما وبيبا المغرب بيبا الجزائر وبيبا الجاليه الاسلاميه في العالم كامل. نقدم لكم الخوادري دابا هو يلا خرج تابع ساكن معايا خدام هنا نمشي تحيه للجمهور.
راكم في القلب. دخلنا في القلب. Los comentarios de qué queréis que hagamos el próximo vídeo o si os interesa saber algo de nosotros en especial, dejad los comentarios. قالتك زعما الا بغيتوا شي حاجه تعرفوها شي حاجه اخرى داك زعما كومونتي وخلي الكومونتير و راه غادي نشرح لكم داكشي اللي بغيتو وداكشي اللي بغيتو نديرو اي مقلب بغيتو نديرو نتحداكم فوتوري انا وغادي نصيفط واحد التحيه لعصام العصام الحرشي بيبا خويا وراك في القلب وراه نشوفو ان شاء الله.